بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 51 إلى 55 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، حيث يقول المسألة الثالثة ما في قوله كما في ما في قوله كما أرسلنا مصدرية، ما في قوله كما أرسلنا مصدرية، أي فاذكروني ذكرا مثل ذكر إرسالنا. فهنا الماء هنا ما مع ما بعدها ينسبك منها مصدر وهو إرسالنا، فالتقدير فاذكروني ذكرا مثل ذكر إرسالنا إليكم رسولا. إذن إما أن تكون مصدرية كأنه قيل كإرسالنا فيكم، ويحتمل أن تكون كافة. يقول السمين الحلبي: وفيما المتصلة بهذه الكاف ثلاثة أوجه أظهرها أنها مصدرية، وتقديره فاذكروني ذكرا مثل ذكر إرسالنا، ثم حذف المضاف وهو ذكره على هذا التقدير، فاذكروني ذكرا مثل ذكر إرسالنا، حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه فأصبحت فاذكروني ذكرا مثل إرسالنا. والثاني أنها بمعنى الذي والعائد محذوف، ما تكون هنا موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف، ورسولا بدل منه، والتقدير كالذي أرسلناه رسولا. يقول: وهذا بعيد جدا، وأيضا فإن فيه وقوع ما على آحاد العقلاء وهو قول مرجوح. هذا يقتضي أن تقع ما على آحاد العقلاء وهو قول غير مرجوح. الثالث أنها كافة للكافة، أنها تكف الكافة عن العمل. يقول: ولا حاجة إلى هذا، فإنه لا يصار إلى ذلك إلا حيث تعذر أن ينسبك منها ومما بعدها مصدر. وهنا يمكن أن ينسبك منها ومما بعدها مصدر، فلا يصار إلى القول بأنها كافة. وأما قوله تعالى فيكم، فالمراد به العرب، وكذلك قوله منكم. وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير. المشهور من حال العرب أنهم يأنفون من الانقياد للغير، فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب. أما قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا، فاعلم أنه من أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. إذن قوله يتلو عليكم آياتنا من أعظم النعم، لأنه معجزة باقية. أولا لأن هذا القرآن معجزة باقية، ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات، ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم، ولأنه يتلى فيستفاد منه مجامع الأخلاق الحميدة، فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة. أما قوله ويزكيكم، ففيه أقوال. أحدها أنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ما إذا تمسكوا به صاروا أزكياء، وهذا مروي عن الحسن. وثانيها يزكيهم بالثناء والمدح، أي يعلم ما أنتم عليه من محاسن الأخلاق فيصفكم به،
كما يقال إن المزكي زكى الشاهد، أي وصفه بالزكاء. وثالثها أن التزكية عبارة عن التنمية، كأنه قال يكثركم، كما قال في آية أخرى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا. وهذا مروي عن أبي مسلم الأصفهاني. قال القاضي وهذه الوجوه غير متنافية، يعني هذه بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فلعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك، أي يعلمهم ما به يصيرون أزكياء ويصفهم بالزكاء ويكثرهم. أما قوله تعالى ويعلمكم الكتاب فليس بتكرار، لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم أو غير تعليمهم إياه. وأما الحكمة فهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا التأويل الذي ذكره الشافعي رحمه الله قوله تعالى مخاطبا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن هذا أو هذه الآية تؤيد تفسير الحكمة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذا تنبيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، وذلك من أعظم أنواع النعم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثانية والخمسين بعد المئة، وهي قوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فقال اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين هما الذكر والشكر. أما الذكر فقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح، فذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويسبحوه ويمجدوه ويقرؤوا كتابه، هذا الذكر باللسان. وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع، أحدها أن يتفكروا في الدلائل الدالة على ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبهة القادحة في تلك الدلائل، وثانيها أن يتفكروا في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد أي من الثواب وما في الترك من الوعيد أي من العقاب سهل فعله عليهم، وثالثها أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله تعالى حتى يصير أو حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس، فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال، وهذا المقام مقام لا نهاية له. أما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنها، وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكرا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال مخاطبا موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري، فصار الأمر بقوله فاذكروني متضمنا جميع الطاعات. فلهذا روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال اذكروني أي بطاعتي، فأجمله حتى يدخل الكل فيه. أما قوله تعالى أذكركم فلا بد من حمله على ما يليق بالموضع والذي له تعلق بذلك، أي أذكركم بالثواب والمدح وإظهار الرضا والإكرام وإيجاب المنزلة، وكل ذلك داخل تحت قوله أذكركم. ثم للناس في هذه الآيات في هذه الآية عبارات، الأولى اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي، الثانية اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة والإحسان، وهو بمنزلة قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وهذا قول أبي مسلم قال أمر الخلق بأن يذكروه راغبين راهبين وراجين خائفين، يعني أن يجمعوا بين الخوف والرجاء ويخلصوا الذكر له عن الشركاء، فإذا هم ذكروه بالإخلاص في عبادته وربوبيته ذكرهم بالإحسان والرحمة والنعمة في العاجلة والآجلة. الثالثة اذكروني بالثناء والطاعة
أذكركم بالثناء والنعمة. الرابعة: أذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة. الخامسة: أذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات. السادسة: أذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. السابعة: أذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. الثامنة: أذكروني بمجاهدتي أذكركم بهدايتي. التاسعة: أذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد الاختصاص. العاشرة: أذكروني بالربوبية في الفاتحة أذكركم بالرحمة والعبودية في الخاتمة. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 53 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقال: اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله فاذكروني جميع العبادات، وبقوله اشكروا لي ما يتصل بالشكر، أردفه ببيان ما يعين عليهما، فقال: استعينوا بالصبر والصلاة، وإنما خصهما بذلك لما فيهما من المعونة على العبادات. خص الصلاة والصبر بالذكر لما فيهما من المعونة على العبادات. في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، فأمره بالصلاة وقال بعد ذلك: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقال: واصبر على ما أصابك. فكأن من يتصدى للقيام بهذا الواجب يحتاج إلى الصلاة وإلى الصبر ليستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى. هذا معنى الصبر، أن تقهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله سبحانه وتعالى في سبيل الله عز وجل، وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع. ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات. كل هذه الأمور تصبح سهلة يسيرة إذا وطن الإنسان نفسه على الصبر. ومن الناس من حمل الصبر على الصوم، يعني قال: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصوم والصلاة. ومنهم من حمله على الجهاد، لأنه تعالى ذكر بعده: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وأيضا فلأنه تعالى أمر بالتثبت في الجهاد، فقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وبالتثبت في الصلاة أي في الدعاء، فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الإمام: إلا أن القول الذي اخترناه وهو حمل الصبر على الصبر المعروف أي على تحمل المكاره في ذات الله، يقول: هذا القول أولى لعموم اللفظ وعدم تقييده. والاستعانة بالصلاة أمر بها لأنه يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، ويجب أن يوفر المسلم همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة، فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ومن سلك هذه الطريقة في الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال المشقة فيما عداها من العبادات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن الله عز وجل يريد من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ لحمل هذا التكليف الشاق، فأمره بالتزود، وذلك بالصلاة في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيل، إلى أن قال: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذا يدل على أن الصبر والصلاة من أهم الوسائل التي تعين المسلم على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. يقول الإمام: ولذلك نرى أهل الخير عند النوائب متفقين على الفزع إلى الصلاة، وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والحديث رواه أبو داود في سننه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ثم قال تعالى: إن الله مع الصابرين، يعني في النصر لهم، كما قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكأنه تعالى ضمن لهم
إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة ضمن لهم أن يزيدهم توفيقا وتسديدا وألطافا، كما قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 54 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقال: اعلم أن هذه الآية نظيرة قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ووجه تعلق الآية بما قبلها كأنه قيل: استعينوا بالصبر والصلاة في إقامة ديني، فإن احتجتم في تلك الإقامة إلى مجاهدة عدوي بأموالكم وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم، فلا تحسبوا أنكم ضيعتم أنفسكم، بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندي. وها هنا مسائل: المسألة الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في قتلى بدر، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. فمن المهاجرين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وعمر بن أبي وقاص، وذو الشمالين، وعمر بن نفيلة، وعامر بن بكر، ومهجع بن عبد الله. ومن الأنصار سعيد بن خيثمة، وقيس بن عبد المنذر، وزيد بن الحرث، وتميم بن الهمام، ورافع بن المعلى، وحارثة بن سراقة، ومعوذ بن عفراء، وعوف بن عفراء. وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان، فنهى الله تعالى أن يقال فيهم إنهم ماتوا. وعن آخرين أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلبا لمرضات محمد من غير فائدة، فنزلت هذه الآية. المسألة الثانية: أموات رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: لا تقولوا هم أموات. إذن أموات خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هم، لا تقولوا هم أموات. المسألة الثالثة في الآية أقوال: القول الأول أنهم في الوقت أحياء، يعني أنهم أحياء في قبورهم، كأن الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم، وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور. فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور، فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ قلنا: أما عندنا، يعني عند أهل السنة، فالبنية ليست شرطا في الحياة، ولا امتناع في أن يعيد الله تعالى الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التأليف والتركيب. وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف، هذا عند المعتزلة. القول الثاني في تفسير قوله أحياء: قال الأصم: يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لهم الشهداء الأحياء. ويحتمل أن المشركين قالوا: هم أموات في الدين، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ولا تقولوا للشهداء ما قاله المشركون، ولكن قولوا هم أحياء في الدين ولكن لا يشعرون، يعني المشركون لا يعلمون أن من قتل مع محمد صلى الله عليه وسلم حي في الدين وعلى هدى من ربه ونور، كما روي في بعض الحكايات أن رجلا قال لرجل: ما مات رجل خلف مثلك. وحكي عن بقراطة أنه كان يقول لتلامذته: موتوا بالإرادة تحيوا بالطبيعة، أي بالروح. القول الثالث أن المشركين كانوا يقولون إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون أنفسهم ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء. وهؤلاء الذين قالوا ذلك يحتمل أنهم كانوا دهرية، الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يحتمل أن يكونوا دهرية، أو أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد، ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليهود، فلذلك قالوا هذا الكلام. فقال الله تعالى: ولا تقولوا كما قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد في الدنيا، ولكن اعلموا أنهم أحياء، أي سيحيون فيثابون ويثابون وينعمون في الجنة. وتفسير قوله أحياء بأنهم سيحيون غير بعيد،
قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي سيكونون في النعيم، هذا حال الأبرار، وسيكونون في الجحيم بالنسبة للفجار. وقال: أحاط بهم سرادقها، أي سيحيط. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، على معنى أنهم سيصيرون كذلك. وهذا القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني. يقول: أعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول، والذي يدل عليه وجوه. أحدها الآيات الدالة على عذاب القبر، كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والموتتان لا تحصلان إلا عند حصول الحياة في القبر. وقال الله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب. وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآيات تدل على عذاب القبر، وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضا، لأن العذاب حق الله تعالى على العبد، والثواب حق للعبد على الله تعالى، فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثواب. فحيثما لم يسقط العقاب، أو حيثما لم يسقط العقاب إلى يوم القيامة، بل حققه الله عز وجل في القبر، كان ذلك في الثواب أولى، أي كان بأن يحقق الثواب أولى. وثانيها أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث، أنهم أحياء في الدين، أو أنهم سيصيرون أحياء يوم القيامة، لم يكن لقوله ولكن لا تشعرون معنى، لأن الخطاب للمؤمنين وليس للكافرين، وقد كانوا يعلمون، أي المؤمنون يعلمون أنهم سيحيون يوم القيامة، وأنهم ماتوا على هدى ونور، فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تعالى أحياهم في قبورهم. وثالثها أن قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، دليل على حصول الحياة في البرزخ قبل البعث. ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة، يعني تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا، والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر دعائه أو في آخر صلاته: وأعوذ بك من عذاب القبر. والحديث الأول رواه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وخامسها، أي خامس الأدلة التي تؤيد القول الأول، أنه لو كان المراد من قوله أحياء أنهم سيحيون، فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة. أجاب عنه أبو مسلم، أي عن هذا الوجه، بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع، ومنزلتهم أعلى وأشرف، بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأرادهم بالذكر تعظيما، هكذا قال أبو مسلم. يقول الإمام: واعلم أن هذا الجواب ضعيف، وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم، مع أن الله تعالى ما خصهم بالذكر. وسادسها أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها، وذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه. واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية في آل عمران فقال: بل أحياء عند ربهم. قال: وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون في الجنة، ومعلوم أن أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة. يقول الإمام: والجواب عن هذا الوجه: لا نسلم أن هذه العندية ليست إلا بالكون في الجنة، بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو في القبر أو في موضع آخر. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 55، وهي قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقال: اعلم أن القفال رحمه الله قال:
هذا متعلق بقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع. وفيه مسائل. يقول: المسألة الأولى، فإن قيل إنه تعالى قال واشكروا لي ولا تكفرون، والشكر يوجب المزيد على ما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فكيف أردفه بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف؟ والجواب من وجهين: الأول أنه تعالى أخبر أن إكمال الشرائع إتمام النعمة، فكان ذلك موجبا للشكر، ثم أخبر أن القيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المحن، فلا جرم أمر فيها بالصبر. الثاني أنه تعالى أنعم أولا فأمر بالشكر، ثم ابتلى وأمر بالصبر لينال الرجل المؤمن درجة الشاكرين الصابرين معه، فقال أو فيكمل إيمانه، ينال درجة الشاكرين والصابرين معا فيكمل إيمانه، على ما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصف في الصبر ونصف في الشكر. وإلى هذا المعنى يشير قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه. المسألة الثانية، روي عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. المسألة الثالثة، أما أن الابتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأما الحكمة في تقدم تعريف هذا الابتلاء ففيها وجوه. لماذا قال ولنبلونكم؟ يعني أخبرهم بأنه سيبتليهم. قال لوجوه: أحدها ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت، فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع وأسهل عليهم بعد الورود. وثانيها أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن اشتد خوفهم، فيصير ذلك الخوف تعجيلا للابتلاء فيستحقون به مزيد الثواب. وثالثها أن الكفار إذا شاهدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم مقيمين على دينهم مستقرين عليه مع ما كانوا عليه من نهاية الضر والمحنة والجوع، إذا رأوا ذلك علموا أن القوم إنما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته، فيدعوهم ذلك إلى مزيد التأمل في دلائله. ومن المعلوم الظاهر أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم المحن بسبب المذهب الذي ينصره، ثم رأوه مع ذلك مصرا على ذلك المذهب، كان ذلك أدعى لهم إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال، إذا رأوه في محنة ومع ذلك يكون مصرا على مذهبه، يكون هذا أدعى لهم إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه في ذلك المذهب. ورابعها أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه، فوجد مخبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه، فكان ذلك إخبارا عن الغيب فكان معجزا. وخامسها أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم طمعا في المال وسعة الرزق، فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، لأن المنافق إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه، فكان في هذا الاختبار هذه الفائدة. وسادسها أن إخلاص الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه، فكانت الحكمة في هذا الابتلاء ذلك. المسألة الرابعة، إنما قال بشيء على الإفراد ولم يقل بأشياء على الجمع لوجهين: الأول لئلا يوهم بأشياء من كل واحد فيدل على ضروب الخوف، والتقدير بشيء من كذا وشيء من كذا. الثاني معناه بشيء قليل، إذن قال بأشياء بشيء ليدل على أنه
شيء قليل من هذه الأشياء. ونقف عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.